السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم يا شباب ويا صبايا في مقطع جديد. زي ما قريتوا بالعنوان راح أسوي رياكت للتريلر الجديد لكول أوف ديوتي، أو تريلر الكشف عن كول أوف ديوتي الجديد اللي هي باسم بلاك أوبس كولد وور. ليتس دو ذيس. أوكي ليتس دو ذيس. هولي سموكس. أوكي This war was a lie. Years of blood. Just to light the fuse of a secret war. Oh, the graphics. My fellow Americans, a nuclear conflict could well be mankind's last. We want to make this a more peaceful world. Five days ago, we acquired intel. Soviet agent Perseus is in play. If he's active, something big is going to happen. Something that could shift the balance of the Cold War. Damn! Let's go find this shithead! Woods! Holy! Mr. President, is the threat real? Woods! Yes, sir, we believe it is. Give Mr. Adler whatever he wants. Yeah! Damn! Sheesh! يا حبيبي عليك كل الحماس يا اخوان. I know you won't fail us. God! Damn! November 13. Order digital copy and get early access to the open beta and instant access to the Woods operator pack in modern warfare, including Warzone. What? Huh? Multiplayer. هاي ولا شو؟ شهر 9/9/9 ما حيكون العرض للمالتيبلاير. Woo, that was amazing. Like, dude. Sheesh. أي لا كولونا. اللي بعرف ايش كول اوف ديوتي بلاك اوبس كانت اول كول اوف ديوتي بلعبها بحياتي، وكانت يعني اول لعبه بلعبها على الاكس بوكس، يعني ماي فيري فيرست جيم ايفر تو بلاي اون اكس بوكس. يعني اشتريت الاكس بوكس اشتريت مع الكول اوف ديوتي بلاك اوبس، عشان هيك هاي الكول اوف ديوتي كثير عزيزه على قلبي. سو خليني اسوي اسا بيرتشيس للبري بيرتشيس بري اوردر وات ايفر، حتى بعرف اذا موجود لسه على البلاي ستيشن ستور. في 3 نسخ انا شفت، حتى نشوف اذا في موجوده 3 نسخ. بلاي ناو نا كودت بلاك اوبس كولد وور هير ات از. طيب بري اوردر ناو، حتى نشوف شو في عندنا نسخ. اذا مش غلطان في 3 نسخ. طبعا انا بحب اشتري كل العاب على الاكس بوكس، بس بما انه كول اوف ديوتي عامله زي عقد مع سوني بلاي ستيشن، فكل شيء راح يكون عليها بالاول، كل شيء جديد راح يكون بالاول على بلاي ستيشن بعدين على باقي المنصات. هي 3 نسخ: ستاندرد اديشن، كروس جون باندل، كروس جن. هاي النسخه اللي راح تكون على الجيلين، يعني اذا اشتريت هسه على البي اس 4 راح تاخذ زي ابديت ببلاش على مش ببلاش حتى، يا 10 دولار زياده عشان تقدر تحصل على الابديت بتاعت الكروس جن. وبعدين عندنا الالتيميت اديشن، الالتيميت فيها زياده لاند سي اند اير باك 9 ايتمز، والباتل باس الباندل 1 سيزون. Battle Pass 10-20 tier skips. Okay.
طب يا اخواني وصلنا لنهايه المقطع، بعدكم استمتعتوا بالمشاهده وان شاء الله بشوفكم في مقطع تاني رياكشن جيم بلاي هو نوز. في امان الله. Tell me how do I feel?